غزال الخروبي وعبد الصديق اغرينه. نحن الكوفاوندرز ديال بي جي بي ار تكنولوجيز. احنا عندنا ستارت اب اللي كتبرودوي بيوفيرتيليزون، واليوم حصلنا على المرتبه الاولى في البروغرام ديال اغريونك انوفيت. صراحه المباراه الوطنيه كانت في الاول كتبان لنا فريمون بلي بعيده على المنال ديالنا، كانت قاتلنا وتقبلنا باش نتانكوبا في البروغرام. بعد 5 شهور ديال لا فورماسيون تلاقينا فيها بزاف لي زونتربرونور فحالنا، حتى هما ديجا عندهم طموح وعندهم بروجيات اللي فريمون واعرين بزاف. كنا كنقولوا بلي حنا ما نقدروش نتنافسوا معاهم، ولكن هادشي خلانا نديروا واحد ليفور كبير. بيان سور هادشي ما كانش يقدر يكون لولا السيبور ديال العائلات ديالنا، ديال المينتورز هنا، ديال الفورماسيون اللي واعره بزاف في البروغرام. واليوم حنا توجنا بالمرتبه الاولى، وكنحسوا بلي فريمون هذه واحد العلامه ديال الثقه في الفكره ديال المشروع ديالنا. هاد العلامه ديال الثقه ديما تخينا الا نزيدوا نخدموا ونديروا مجهود اكثر من اجل واحد الفلاحه اللي هي خضراء، واللي هي اللي هي كتحترم البيئه في المغرب. حنا غنبقاو غاديين بي جي بي ار تكنولوجيز. السلام عليكم، يحيى العاقل ومهدي ابو المنادل، مؤسسي شركه ديبليف. هذه الشركه كدير تكنولوجيا الزراعيه عبر الكشف المبكر عن امراض زراعيه الا كانوا في لاسير او لا في شون ليبر. قدرنا اننا نتوجوا بالمرتبه الثانيه في الكونكور ناسيونال اغريونغ انوفيت المنظم من طرف وكاله التنميه الفلاحيه افيك بارتناريا دو لونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك ابن قرير. في الديمو داي اللي جا باش يتوج هاد لي 5 بوت كامب اللي دوزنا في هاد البروغرام، قدرنا اننا نبريزونتيو الفكره ديالنا والرؤيه المستقبليه ديالنا لعدد من الفاعلين في السيكتور اغريكول ولاغريتك في المغرب، وكذلك بعض المستثمرين اللي هما مهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئه في التكنولوجيا المغربيه. من خلال هاد لي بوت كامب اللي دازو كاملين، قدرنا نصوبوا واحد الروبو اللي كيقدر يديبلاصا وسط الفيرم ولا وسط السير ديال الفلاح، وكيخليه كيتيح ليه الفرصه فين يكتشف الامراض اللي عنده بلا ما يحتاج يخدم عنده حتى شي عامل اخر، وكيخلي هذا الشيء ايكونوميزي الفلوس ويديتكتي قبل، حيت ملي كيديتكتي المرض قبل كيولي قادر انه يعتق هذيك لا بلونط يسوفيها. دونك الفيزيون ديالنا كما قال مسيو يحيى هي يولي عندنا واحد لو ماروك فيغ كيما لو بلون دو ماروك فيغ، وندوزو ديك الساعه لافريك ترجع كامله فيغ كيما كانت شحال هذه. جو مابيل ريتا حجوي، سا سي مون اسوسي هين بن شعبون. نو سوم اجوردي لوريات ان توازيام بوزيسيون دو بروغرام اغريون لينوفيت غراس ا نوت بروجي بيهيف. اون اي تري كونتان دان اتر اريفي لا ابري 5 موا دو ترافاي داشارنمون. Donc c'est vraiment, on dit que tout travail mérite récompense. Bah aujourd'hui, on a bien été récompensé. On pense que c'est un des projets les plus porteurs au Maroc pour porter notre agriculture vers d'autres industries comme celle du textile. Donc merci beaucoup Adrien Binovate. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.